الرحمن الرحيم. إعلان نتيجة اللجنة العامة رقم 5 ومقرها مركز شرطة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ. إجمالي اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 64 لجنة. إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة 312241 ناخبا. إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 224180 ناخبا. مجموع الأصوات الباطلة في جميع اللجان 2108 صوت. مجموع الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 222072 صوت. عدد الأصوات اللي حصل عليها كل مرشح: 1 عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي، حصل على 210243 صوت. 2 محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران، حصل على 5412 صوت. 3 عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة، وحصل على 1163 صوت. 4 حازم محمد سليمان وشهرته حازم عمر، وحصل على 5213 صوت.